In today's episode of Games and Names, our sport today is a royal sport. Namely, our sport today is tennis. And our guest is a national junior champion from shooting club. Tennis is a racket sport that can be played individually against a single opponent or between two teams of two players each. Each player uses a racket that is strung with a cord to strike a hollow rubber ball over or around a net and into the opponent's court. The object of the game is to play the ball in such a way that the opponent is not able to play a good return. The opponent who is unable to return the ball will not gain a point, while the opposite opponent will. Tennis is an Olympic sport and is played at all levels of society and at all ages. The sport can be played by anyone who can hold a racket, including wheelchair users. كريم أحمد نعمان سن 18 سنة أنا بدأت ألعب تنس من وأنا عندي 9 سنين بدأت في نادي 6 أكتوبر أنا أصلا كنت بلعب كورة قبليها وبعد كده ما عجبنيش الوضع هناك فاخترت أن أنا ألعب تنس يعني. أنا اللي خلاني أكمل وأحب التنس كان المدرب بتاعي هو اللي حببني في اللعبة أنا ما كنتش بحبها قوي في الأول بس هو قال إن ممكن يجي مني وبتاع فحببني فيها قوي فبدأت أهتم بقى باللعبة واهتم بنفسي اول بطوله شاركت فيها كانت بطوله في نادي 6 اكتوبر برضو كان عندي 9 سنين دي كنت كسبت اول ماتشين وبعد كده خسرت كوارتر فاينل دي كانت اول بطوله ليا خالص بعد اول بطوله انا حسيت باحباط وحسيت ان انا اللعبه صعبه ومحتاجه مجهود كبير قوي وجالي انهيار عايز ابطل الكباتن قعدت معايا وبتاع ودي اول بطوله وده طبيعي ان يحصل كده فنزلت ادخل فضلت بقى ادخل بطولات كتير لحد ما حسيت ان لا الوضع كويس بس هو لازم بقى اللي هو بقى خبره بقى وخبره ماتشات وخبره بطولات وبتيجي واحده واحده ما بتجيش مره واحده بس زمان كان التصنيف في اللعبه كان كله على بعضه يعني من اول تحت 12 سنه لحد رجال كان كله تصنيف بقى واحد ويعملوها بقى كل يعني كل ايفنت لوحده 12 لوحدهم 14 لوحدهم 16 لوحدهم 18 لحد رجال كل تصنيف بقى كل ايفنت بقى ليه تصنيف لوحده مش على بعضه بقى وكان في حاجه اسمها بونس واتلغت
في بطولات زي صيد الدقي، اهلي، هليوبلس، دول بيبقوا بطولات جي اي. في بقى بطولات بعديها على طول بتبقى جي 1 اللي عندنا في النادي هنا في 6 اكتوبر. الفروق بين الحاجات دي فروق بتبقى بقى في عدد النقط اللي بتاخدها كل ما بتكسب ماتش. يعني في حاجه اسمها جي اي بلس، دي اللي هي بتبقى مصر الاهليه بتعمل في اخر السنه، بتلعب في الجزيره، دي بتبقى اعلى بطوله فيها نقط. جي اي النقط فيها بتبقى اقل شويه، اقل حاجه بتبقى جي 3 بقى، دي النقط فيها بتبقى طبعا مش بتفيد قوي. يعني هو انا بنظم البطولات على حسب، عشان انا ليا بياخدوا احسن 6 بطولات بس في السنه، فانا ما بنظمش بقى اللي هو ادخل كل بطوله واخد نقط وخلاص. بنظم مثلا ادخل في السنه 19 بطولات، على الاقل اعمل في 6 حاجات، في 6 بطولات فاينل او سيمي فاينل، عشان دي اللي هتتحسب لي، والباقي ما بيبقاش مهم قوي. يعني مش لازم بقى اللي هو انزل كل بطوله عشان مش هتفيدني. لا انا بنظمها مع كابتن ناصر غريب وكابتن رضا بتاع الفيتنس، بننظم بقى، بنشوف هنزل بطولات ايه في السنه، وزي ما بيقولوا انا بعمل اللي هما بيقولوا له اعمله بعمله. انا الترم كانت بطوله تحت 12 سنه، دي كانت اول مره اوصل فاينل في السنجل، وخدت البطوله في الدبل، كان معايا علي زغلول. من هنا بقى بدات احس ان انا اخدها بقى بجديه، وان انا اقدر اعمل حاجه، وان هي لعبه كويسه، وان انا يجي مني، فحسيت بقى ان انا لازم اجتهد فيها اكتر. لا انا بحب العب من بيز لاين، انا بحب العب فور هاند وباك هاند من ورا، ما بحبش اطلع فولي ولا العب سيرفان فولي، انا لعيب بيز لاين، مش لعيب سيرفان فولي خالص. لازم اللاعب بينزل ماتش عامل بلان لنفسه، يعني شوف هو هيلاعب اللعيب اللي قدامه ده ازاي. يعني لو اللعيب اللي قدامه بيلعب سيرفان فولي كتير، يبقى هو يحاول على قد ما يقدر ما يطلعوش فولي، يعني يفضل كورته في اخر الملعب. انما هو لو لعيب بيز لاين، يقدر يفضل بقى على قد ما يقدر يدخله جوه الملعب، هو يتحكم في الملعب مش اللي قدامه اللي يتحكم في اللعب. Yes, sir.
gonna get better. See, it feels bad now, but it's gonna get better. See, it feels bad now, but it's gonna get better someday. لا سيرف لازم عشان تحسن سيرف عندك تلعب سيرفات كتير قوي تبدا تحسن في السيرف الاول ولما تحس ان في السيرف خلاص ظبط تبدا تحسن بقى السكند سيرف بتاعك بس هو اهم حاجه في السيرف عشان هو يعني مع السيرفات بيبقى هو اللي المفروض متحكم في الجيم اكتر يعني السيرفات بتديك الجيم يعني على طول لازم يحسن التحركات بتاعته ولازم يبقى عنده فور هاند كويس بس مش اي بقى كوره يحاول بقى اللي هو يخلصها من ورا يعني في كوره لازم تطلع فيها قدام فاطلع عادي يعني بس هو اهم حاجه ان انت يبقى عندك فور هاند وباك هاند من ورا كويسين عشان اكتر لعيب انا بحبه وبحسه ان هو نفسي ابقى زيه يعني هو روجر فيدر عشان هو بجد هو كويس كل حاجه هو احسن لعيب في العالم يعني هو عنده كل حاجه ممكن اي لعيب تنس يتمنى ان هي تبقى عنده هو مميزات روجر فيدر ان هو عنده سيرف حلو قوي فور هاند انسايد اوت بيطلع وراه فولي والفولي بتاعه ما شاء الله يعني حلو احسن فولي في العالم يعني ما بيضيعش يعني الفولي بتاعه يعني هو لو حد عنده الفولي ده مش صعب يخسر يعني. دخلت سافرت معسكر قبل كده في اسبانيا في فالنسيا مع كابتن جهاد الديب قعدنا اسبوعين احتكاك بقى مع لعيبه من اسبانيا ولعيبه من ايطاليا كان بقى عشان نكتسب خبرة أكتر يعني كان بجد أسبوعين اكتسبت فيهم حاجات كتير قوي يعني بقى عندي خبرة ماتشات فورهاندي اتحسن بقيت أحسن من الأول يعني بعد ما سافرت الكامب ده المختلف هناك في اسبانيا ان هو الملاعب عندهم مساعداهم قوي عندهم مدربين كويسين كل حاجه متوفره لهم اللعيبه هناك مجتهده يعني مفيش لعيب بيتدلع اللي بيتدلع في التمرين بيتطرد بيتوقف ممنوع تزعق ممنوع تعلي صوتك على مدرب ده الفرق انما هنا في لعيبه بتعلي صوتها على المدرب بتنرفز بتشتم ده الفرق ما بين هنا وبره اسبانيا نفس الكامب اللي انا روحته بصراحه في فالنسيا عشان كان فيه لعيبه كويسين قوي هناك مدربينهم بيساعدوك بيعملوا لك اللي انت عايزه بيحسسوك ان انت كويس اي حاجه بتطلبها اي تمرين عايز تعمله اي حاجه عايز تحسنها لو عايز تلعب ماتشات كتير عايز تنزل بطوله كل ده هو بيوفره لك هناك هي بصراحه اكتر دوله ممكن لو عايز اروح اعمل فيها كامب تاني هروح انا تصنيفي لما كنت بلعب 16 سنه كنت ال 14 وبعد كده لما طلعت 18 انا حاليا 23 وفي رجال 42 دي حاجه حلوه مش وحشه انا خطتي المستقبليه مع التنس ان انا ناوي ان شاء الله في الصيف الجاي اطلع كامب في اسبانيا او في فرنسا لسه مش محددتش وهفضل اقعد هناك مثلا شهرين وبعد كده ارجع بقى هنا انزل بطولات بقى وبتاع وبتفرق ما بين الفردي والزوجي لان انت الفردي بتبقى لوحدك في الملعب انما الزوجي لازم تبقى اللي انت نازل معاه متفاهمين مع بعض عارفين انتوا هتعملوا ايه ودي طبعا ما بتجيش من مره واحده لازم تكونوا نزلتوا مع بعض كذا مره بتحتاج ان انت ان اللعب الفردي بتاع قوي في الزوجي ان بتحتاج بقى فولي ولازم تلعب سيرفان فولي كتير لازم اللي معاك لو اللي قدامه عمل لوب فيه لازم تبقوا متفاهمين مين اللي هيضرب الكوره عشان ما تضربوش بعض الكوره في نص الملعب مين فيكم اللي هيضربها فدي بتختلف يعني بتحتاج
التفاهم ما بين الاثنين كبير قوي يعني، فدي لازم بقى بتيجي ان هم ينزلوا كذا بطوله مع بعض عشان يبقوا متفاهمين. There are two types of serve that use spin, the top spin serve and the slice serve. Most players add spin because it makes the serve more reliable and easier to control. It also allows you to vary the serves you hit during a game, which makes it more difficult for your opponent to anticipate which serve is coming. In this guide, we'll show you how to hit a slice. Many players use a slice serve as their second serve because the added control makes it easier to keep the ball in court. Getting the second serve in court is vital. After all, if you land the ball out of the service box with your second serve, you lose the point. The slice serve should be easier to master than the topspin serve. It's a progression from the basic serve, so it's probably the best serve variation to move on to once you've mastered the basic flat serve. When you compare it to a flat serve, the added spin on a slice serve makes the ball bounce lower and then slide either into your opponent's body in one serve box or away from them in the other court. This added spin makes it more difficult for your opponent to anticipate and return the ball. Let's start with the grip. The grip that's used for the slice serve is the continental grip, the same grip that you'll use for a basic serve. The starting position for the slice serve is also just behind the baseline, closer to the center mark for singles, and a wider position for doubles. If you're right-handed, your left foot will be closer to the baseline, and for left-handed players, it's the right foot. Place your feet in a comfortable position, about shoulder width apart, and with both feet a little less than 45 degrees to the baseline. Your weight should be evenly balanced with perhaps a little more weight on your front foot. As you improve, you'll probably start with your weight more on the front foot and then move it to the back foot as you start the serve action. Now let's look at throwing the ball up. If you're learning to hit a slice serve for the first time, you might find it easier to throw the ball slightly away from your racket arm. So, looking from behind, for right-handed players, this means the ball will be further to the right, and left-handed players, the ball will be further left. For many experienced players, the ball toss for a slice serve will be exactly the same as the ball toss for their basic serve, higher than a full swing of the racket, and far enough in front that if you didn't hit the ball, it would land just in front of the baseline. Having the same ball toss as the basic serve, it's difficult for your opponent to read which serve you're going to hit. So, as you improve, you can try to throw the ball in the same place as your basic flat serve. But for now, just concentrate on mastering the technique of the slice serve. What makes the slice serve different to a flat serve is the swing path of the racket head, and the action of the strings as they contact the outside of the ball rather than the back of it. This action of the racket head puts side spin or slice on the ball. If you're right-handed, it'll make the ball move from right to left as it leaves the racket, and if you're left-handed, it'll move from left to right. This side spin causes the ball to bounce to the side as it lands and move either away from your opponent or move into their body, rather than moving in a straight line. This makes it more difficult for your opponent to hit the ball. As you hit the ball, the racket face should make contact on the outside of it rather than the back. As this example with a left-handed player shows, the slice contact makes the ball rotate and move further to the right after it bounces. And with a right-handed player, the slice contact makes the ball rotate and move further to the left after it bounces. But if the right-handed player hits a slicer from the other side of the court, rather than moving away from the receiving player, it moves towards their body. Similarly, for a left-handed player, serving to the deuce court with a slice serve will result in the serve moving towards the opponent and moving away from them. Once you've made contact with the ball, your racket arm will come across your body a little more vigorously than for a flat serve. The momentum of the serve action will probably move you forward and over the baseline. As always, remember to recover quickly by regaining your balance and moving into the ready position so you're all set to receive the next shot. Looking at a flat serve and slice serve from behind, you can see the difference in the two service actions, particularly at the point where the racket face contacts the ball. But if you look at the two serves from the position of the receiver, you can see how similar they look and how difficult you can make it for your opponents to know which serve to anticipate. Okay, so that was the slice serve. Let's recap. To begin with, throw the ball slightly away from your serving arm and far enough in front that if you didn't hit, it would land in front of the baseline. As you improve, practice hitting your slice serve with the same ball toss as your flat serve.
This will make it more difficult for your opponent to read which serve is coming. As you swing through and make contact with the ball, the racket face should make contact with the outside rather than the back of the ball. The slice action places side spin on the ball, which will cause it to move either towards or away from your opponent, depending on whether you're right or left-handed and which side of the court you're serving to. في البطولة لا احنا اللي بنحدد يعني لو انا مش عايز انزل معاه مش هنزل انما في الدوري دي بتبقى حاجه راجعه للكابتن لو هو عايز ينزل معانا ما اقدرش اقول لا يعني الكابتن طالما قال حاجه في الدوري لازم تتنفذ يعني انما في البطوله لو متخانقين مع بعض لا انا بشوف ان هي انسب مدرسه في العالم هي المدرسه الاسبانيه لان هو بتعتمد على البيز لاين من ورا بتعتمد على التحركات بتعتمد على الفتنس بتعتمد ان هو بيعلموا اللعيبه ان هم صغيرين ما يضيعوش كتير كورتهم في الملعب كتير مش كل كوره بتتضرب مش كل كوره بتطلع وراها فولي بتحاول على قد ما تقدر بترجع كورتك بس ما ترجعهاش سهله ترجعها في اخر الملعب بلاش في نص الملعب على اليمين على الشمال بس مش في نص الملعب ما تديلوش كور سهله امسك انت الملعب منه فانا شايف ان هي دي انسب مدرسه دلوقتي عشان كده في كذا لعيب على مستوى العالم اسباني من توب او توب 30 بروح كده مدرب الفتنس هو بيحسن لي الفتنس بتاعي ممكن نجري في التراك نص ساعة بنخش جيم يومين في الأسبوع بنشتغل الفتنس في الملعب نجري سبرنتات يحط لي تراجت وأنا أجري عليها على البيز لاين يهدف لي كورة على الدروب شوت وأنا بجري عليها بس كده هو دي